خلينا نقول النهارده بنختتم فعاليات البحر الاحمر للسياحه والفعاليات الرياضيه. المهرجان ده بدا في شهر اكتوبر وهينتهي النهارده في شهر ديسمبر. كان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان دشن في مؤتمر صحفي مع الاعلان عن مهرجان البحر الاحمر للسياحه الرياضيه. هو عباره عن حوالي 15 حدث دولي رياضي خلال الفتره دي. احنا كدوله او كوزاره الشباب والرياضه بنسعى دايما ان احنا يكون عندنا اجنده دوليه ثابته كل سنه. ليه اجنده دوله ثابته كل سنه؟ عشان نقدر ان احنا نروج للسياحه المصريه، نروج للرياضه المصريه خارجيا. لما يكون عندك احداث ثابته كل سنه بالتعاون مع القطاع الخاص، ده بيبقى اضافه او اضافه كبيره جدا للسياحه والرياضه المصريه. هنتكلم في 15 حدث بالظبط. 15 حدث دول تشوف مدى نجاحهم حتى الان في تطوير السياحه والعمل. هسالك سؤال ممكن؟ طيب الاولمبياد فيها كام لعيب؟ كتير، يعدوا 5000 مثلا، 5000 7000 مثلا. طيب المهرجان البحر الاحمر كان فيه اكتر من 8000 ل 10000 مشارك خلال نفس الفترة أعتقد، بس طبعا في خلال 15 حدث دولي كبير. فالفترة الجاية إن شاء الله إحنا كدكتور أشرف صبحي برضو أعلن من أسبوع أو 10 أيام كده في مؤتمر صحفي عن الأجندة لسنة 2021، وكان فيها 50 حدث دولي رياضي. ده بالتعاون مع القطاع الخاص، مع البرايفت سيكتور، مش هي أحداث بتاعت الاتحادات الرياضية أو الحاجات الرسمية. دي كلها مع التعاون مع القطاع الخاص، زي النهارده شركه اوراسكوم هي منفذه الحدث النهارده. والتنظيم بصراحه على اعلى مستوى، حاجه تدعو للفخر فعلا. طبعا احنا الاشراف الفني هيكون لنادي السيرات والرحلات المصري ووزاره السياحه. خلينا نقول موتور سبورت بقى، بلاش نقول موتور كروس. موتور سبورت احنا كان اول حاجه حصلت عندنا كانت في منطقه الزمالك سنه 1947. كان زي فورمولا كده بعربيه واحده في منطقه الزمالك، ده كان اول حدث. وبعدين تبعه في التمرينات رايلي فرعنه لاسباب ما توقف، بس احنا حاليا بنسعى مع وزاره السياحه وبنسعى مع نادي السيارات لاقامه رايلي فرعنه مره ثانيه في القريب العاجل ان شاء الله.